تحياتي لحضراتكم من جديد مع في الاستوديو 1-2 من نجوم مصر والنادي الاهلي، ابناء النادي الاهلي الكرام، كابتن ضياء عبد الصمد. برحب بيك يا كابتن ضياء. نور فاروق، ربنا يخليك وسام طيب. ربنا يخليك فاروق، ربنا يكرمك سام طيب. ويعني خدناك من على الفطار. لا لا مش مشكله، جاهز. لا جاهز يعني. انت وكابتن جمال مساعد مع بعض طيبين طبعا. ايضا واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن جمال مساعد. برحب بيك كابتن جمال. شكرا فاروق على المره الثانيه اكون معاك، وانا سعيد ان انا اكون معاك ومع الكابتن ضياء عبد الصمد. تحياتي ليك وانتوا الاثنين يا كابتن. يمكن واحنا بنتكلم على النادي الاهلي والفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه واهميتها كابتن بالنسبه للفريق، واكيد بيحصل كده في كل فريق يعني في العالم. احنا بنشوف فرق كبيره، ريال مدريد، برشلونه، البايرن، بنشوف فرق ممكن كمان تخسر على ارضها. احنا شفنا في بطوله اوروبا اهو النهارده عندنا الريال وبايرن، البايرن بيخسر على ارضه في بطوله مهمه. برشلونه اخر طلع من المجموعه. لكن انا محور كلامي النهارده كابتن على جمهورنا. جمهورنا دايما سند في كل وقت، سند في كل كبوه، هو حمانا في كل شيء. النهارده كابتن يهمني جدا حته الجمهور، ان احنا بنوصل له رساله من خلال نجوم كبار زيكم في الفتره اللي جايه، واهميته ان هو يبقى متواجد بشكل ايجابي. هو في البدايه كابتن فاروق عايز اقول لك حاجه، اللي بيحصل ده ممكن يكون طبيعي جدا لاي فرقه بيبقى الموسم بتاعها طويل جدا. يعني فرقه النادي الاهلي من الفرق اللي هي عندها بطولات كتيره وشغاله في بطولات كتيره، اللعيبه بتاعتها يمكن طول السنه بلغه الكوره نقول انها مستهلكه. يعني الاستشفاء اللي بياخدوه او الريكفري لما بيرجعوا بعد ماتشات دوليه وتقيله على ما اعتقد بيبقى بالنسبه لهم مهم جدا. فضلا عن ان الاهلي حاسم البطوله، يعني انا ما اعتقدش ان حد السنه دي كان يقول لك ان الناس يعني حد هينافس الاهلي على احرازه لبطوله الدوري السنه دي. طبيعي عادي ان انا اخسر من فرقه كبيره زي نادي الزمالك، ما فيش مشكله. عادي انها على طول في الكاس، يمكن ما هي بس مفاجاه الموقف شويه. الكاس دايما بيبقى فيه مفاجاه. حد يقول لي ان برشلونه يخسر على ملعبه كابتن اربعه ولا ثلاثه؟ مستحيل. المنتخبات كمان ساعات كابتن، انا بتكلم حتى كلا انديه يعني في اعظم من فرقتين في العالم، برشلونه وريال مدريد. يعني اللي بيروح ريال ولا بيروح برشلونه يقول لك انا كده خلاص بالنسبه لي مش عايز حاجه ثانيه في الدنيا بعد كده. برشلونه بيكسب المفروض فرق ثلاثة، بيخسر 3-0 على ملعبه كابتن، بيطلع بره بطوله دوري الابطال في اوروبا. فده طبيعي عادي، بس هي المشكله زي ما تقول يا كابتن، النادي الاهلي مش متعود على انه يخسر مباراتين ورا بعض. مع احترامي الكامل لفرقه الاسيوطي، هي طبعا تاريخا لما نيجي نقول فرقه النادي الاهلي مع فرقه الاسيوطي، وليه الاسيوطي يطلع النادي الاهلي في دور الثمانيه، دي كبيره طبعا وكبيره جدا، وما اعتقدش انها ممكن تتكرر تاني. يعني لو قلنا اتكررت مره، انا على ما اعتقد استحاله انها تتكرر تاني. مش تقليل ابدا ابدا من فرقه الاسيوطي او من الجهاز الفني الاسيوطي او الكابتن علي، لكن هم بص يا كابتن الكلام دوت هنقوله بصوره مصغره. لما احنا لعبنا ضد الزمالك كنا كلنا ناشئين وكسبنا الزمالك 3-2، كان حد يقول ان فرقه الاهلي 84 85 ناشئين، مش هنقول فرقه صغيره يا كابتن بقى درجه اولى، تكسب نادي الزمالك بجميع نجومه بيلعب فول تيم. يعني حتى لما الزمالك عارف ان الاهلي هيلعب بمجموعه الناشئين ما لعبش ولا ناشئ، لعب كله بفرق بالفيرست تيم بتاعه والفرق اللعيبه الثقيله بتاعته. لكن ده وارد، لكن بقول لك هي المشكله ان الاهلي مش متعود على الهزيمه. تاني موضوع ان هزيمتين ورا بعض بتبقى ممكن هو اسبوع اسبوع مش كويس في النادي عادي يعني. عادي انا شايف ان ده وارد عادي جدا. كل ده خلاص كابتن، اللي فات مات. الماضي مش ما ينفعش الفريق البطل او الفريق اللي بيدور على بطولات او بيفكر في ان هو يحرز بطولات جديده ينبش في الورق القديم، ولسه عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه. انا على ما اعتقد هي دي ممكن تمسح وننسى بيها الماتشين اللي فاتوا، وشايف ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عارف مين النادي الاهلي. يعني طبعا انت لما تيجي تبص بالارقام على مدار الكابتن الموسم، مدار الموسم النادي الاهلي كان بيقدم عروض جيده جدا، والجمهور سعيد بالشكل والاداء والنتائج اللي كانت بتحصل. وان كان في مباراه الزمالك كان عايز يحتفل بمباراه او بطوله خاصه، لكن قدر الله ما شاء فعل. الاسيوطي بقى كان يعني بطوله ثانيه، وانت بتركز في بطوله بعدها. يمكن كابتن او فرقه الاسيوطي وقوفوا مع الفريق، اكيد
في الجيل بتاعكم برضه تعرضتوا للجزئيه دي في وقت من الاوقات، والجمهور كان ليه اثر ايجابي في ان انتوا ترجعوا مره ثانيه لمسارها الصحيح. هو بص يا فاروق، زي ما اتكلمنا على سبب الهزيمتين اللي هم اللي فاتوا دول، قبل كده استقرار النادي الاهلي واستقرار الجهاز الفني مع اللعيبه الموجوده كلها، حته ان كده تتغلب او تتهزم مباراتين ورا بعضهم في وقت قليل جدا، هي لازم تكون ليها اسباب. هو ورد الهزيمه ساعدنا الفريق يا كابتن، كنا عاملين ما انا بقولك عدد مباريات فوز بلا هزيمه، كنا هنا وكنا بنتكلم كل حاجه ماشيه في صالح النادي الاهلي. لكن انت النهارده كنا بنتكلم ان النادي الاهلي في استقرار فني واداري، وكل ما تخيله في كره القدم بتخلي ان الفرقه تبقى تاخد بطوله بدري قوي. عندك انت حته برضو حته السبب الهزيمه من الماتشين اللي فاتوا دول، انك انت عندك غيابات كتيره، عندك اصابات كتيره، عندك في واحد كان يعني حته 50 او 70% من اداء فرقه النادي الاهلي بتبني عليه شغلك الفني، اللي بتبني عليه ففي لعيبه مشيت، فهي دي بتاثر. فانا لازم كمدرب او كنادي لازم اجيب واحد تحت الفراوده يحل لي الموضوع ده. ده لازم، دي سبب من اسباب. بس انا عايز اقول لك كابتن جمال، انت بتتكلم على لعيب، انا اقول عبد الله سعيد ماشي، في وقت من اوقات النادي الاهلي كان بيكسب من غير عبد الله برضه. معلش، ما انت عندك كان بقى اداء مميز واداء جاي. لا، ما انت النادي الاهلي بيكسب باي حد، سواء عبد الله السعيد، حتى لو ال 12 لعيب او ال 20 لعيب اللي موجودين مشوا، فالنادي الاهلي متعود ان بيطلع وبيجيب ويطلع ناشئين ويجيب لعيبه من بره، لعيبه كويسه، ويكسب بطولات ويكسب ماتشات كتير. لكن انا بتكلم من حته الحتت اللي هي بتبقى تحت الفراوده دي، بتبقى قليله جدا على مستوى مصر، قليله جدا. انت فين وفين لما انت بتجيب واحد تحت الفراوده يقدر يظبط لك الميزان بتاع نص الملعب؟ لان انا كنت بلعب في الحته دي، بتفرق جدا لما واحد زي عبد الله السعيد يبقى مش موجود. لو في بديل احنا مش هنتكلم، يعني انت لو رجعت كده 5 6 7 سنين ايام ابو تريكه، لما كنت انت موجود، ابو تريكه كان موجود وعبد الله السعيد كان موجود، كنت حاسس بعبد الله؟ لا، كان عشان ابو تريكه موجود بس. ليه؟ كان ابو تريكه موجود فلغي عبد الله السعيد خالص. لما مشي ابو تريكه، لما بطل ابو تريكه، عبد الله السعيد شام، عبد الله خد وقت شويه كمان، خد وقت، لان هو وكان ان صفقه مش موجوده، صفقه مش هتعمل حاجه. لكن لما خد وحس ان هو بقى موجود، فدي طبعا عوامل كتيره جدا بتخلي الفرقه تقل. لكن الجمهور بقى كابتن، انا برضو سالتك جزئيه الجمهور، وده الاهم بالنسبه لنا. لا، الجمهور النادي الاهلي جمهور اوعى من لعيبه الكره اللي موجوده. يعني جمهور النادي الاهلي لو انت النهارده خسرت ماتش واثنين وثلاثه واربعه، النادي الاهلي متعود ان هو يقف ورا الفرقه. اي نعم، بيزعل، هو عاوز بطولات، هو عاوز يكسب كتير. كان متوقع ان فرقه نادي الزمالك منهاره خالص، ان مفيش حتى انا كنت في النيل الرياضه يوم الاثنين يوم الماتش، وقلت ان نادي الزمالك لو ما لعبش زون ديفنس وقرب من خطوطه هيتغلب كتير قوي. فكان كل الناس متوقعه، حتى اتكلمت ان مفيش مقياس بين اهلي وزمالك في الماتشات اللي زي دي. انا قلت لا، الخمس ست سنين اللي فاتوا دول، لا، في النهارده ان النادي الاهلي نسبة فوزه في المباراة 90%، مش 50%. لأن لو حسبتها نادي الزمالك السنين اللي قبل كده، كان على طول بيتغلب من النادي الأهلي. يعني لو لعب مثلا 7 8 مباريات، فهو 11 سنة كابتن في بطولة الدوري بيتغلب على طول. صحيح. ولكن برضه نادي الزمالك برضه كرة فيها كل حاجة، طبعًا فيها هزيمة، وفي ممكن تتغلب من أي حد. ماتشات الكاست وارد يتغلب من أي حد، بس فرقة الأسود فرقة كويسة، وعلي مال مدرب كويس، وبيقدر يحفظ اللعيبة، وكل شغله مربعات. الشغل اللي هو بتاع الإيه، الخماسي، اللي هو بيخليك تلعب كرة كويسة وأنت بتشتغل. كابتن ضياء، خليني أسألك السلبيات والإيجابيات اللي ممكن تاخدها من مباراة أخيرة زي الأسيوطي، لو نقدر نعرض وإحنا بنتكلم الشغل اللي كان في الأسيوطي يا أحمد، والفرص اللي جات للنادي الاهلي، وتفاصيل خاصه بالمباراه دي، وناخد منها السلبيات والايجابيات يا كابتن. بص يا كابتن فاروق، انا ليه بس مش اعتراض، هو يعني راي النادي الاهلي، وبقول الكلام دوت، ما ينفعش يبقى لعيب النادي يعني نادي لعيب واحد، مستحيل. انت قلت كلمه حلوه قوي، يمكن لما كان موجود طارق اسمه دوت عبد الله السعيد في وجود ابو تريكه ما كانش ليه وجود، ولما جه من الاسماعيلي قال لك مين عبد الله السعيد دوت اللي جه وراح ده، ملوش، وقعد فتره كبيره جدا، كان ما كانش هو عبد الله السعيد بالحجم اللي دلوقتي. اخد وقت كتير، سنه سنتين، لا كتير. حته الاحلال والتجديد ديت لازم تبقى موجوده، انا شايف انها لازم تبقى موجوده، وده طبيعي جدا في اي فرق. احلال وتجديد، لعيب مشي من عندك المؤثر، بقى مؤثر مع فرقته، بقى مؤثر جدا مع النادي الاهلي، بقى مؤثر لفريق منتخب مصر.
فده الطبيعي اللي لازم النادي الاهلي كان يدركه، ان انا دلوقتي بجهز لعيب تاني في المرحله دي هياخد وقتها، لازم لا محاله لا محاله. اي بص كابتن بيقول لك بالمثل البلدي كده، المركب اللي فيها اتنين رئيسين بتغرق، ما ينفعش يبقى عبد الله السعيد وواحد تاني موجود عشان المركب النادي الاهلي تسير. لا لازم الفتره ديت لازم هتحس بالدروب دوت، الدروب دوت مليار في الميه لازم هيأثر على النادي الاهلي بشكل او باخر. يمكن اتأثر شويه الفتره اللي فاتت دي في ماتش الزمالك وفي ماتش الاسيوطي، لكن السلبيات اللي موجوده اللي انا شايفها ان انا حسيتها في ماتش الزمالك بكل امانه كابتن. الزمالك بس كابتن مش المباراه اللي فاتت، انا يمكن ما شفتش المباراه اللي فاتت لان كنت في طريق، كنت مش ما فيهاش امانه الله كامله، لكن سمعت كتير جدا على اللي اتقال عليها. يعني انا في ماتش الزمالك كابتن مش عايز اقول بقى، في بعض اللعيبه كانت الثقه واخداهم اوفر شويه، زي ما انت قلت كابتن 11 سنه من 2007 ل 2018 الزمالك ما بيكسبش الاهلي. عارف انت نازل النتيجه محسومه خلاص، 11 سنه هتيجي على السنه ديت وانت واخد الدوري وقبلها باربع خمس ست 10 اسابيع والاول مره والفرق 27 28 بوم، والاول مره الزمالك بتاريخه يا كابتن لا بعدد الهزائم الكبيره في بطوله واحده. يعني انا اقصد كابتن الفتره دي كلها كانت كلها عوامل تقول لعيبه الاهلي انها خلاص يعني ايه هنلعب لعبنا، بس النتيجه محسومه، النتيجه محسومه. في بعض اللعيبه وبالذات في الجول الاولاني، الجول الثاني انا استغرب في لعيبه مش هقول يا كابتن يعني لا يعني مش متوقعه. يعني كاسونجو ده لعيب مش حريف، هو خطاف هيدرز كويس هجام، لكن مش لعيب حريف. في فرق بين اللعيب الحريف وفي فرق بين اللعيب اللي بيمسك الكوره ويستنى ويبص ويطلع باللي طالع من جاي من تحت، ده فروت تقيل جدا. كاسونجو مش كده، كاسونجو كابتن لو خدت لو جبنا الجون الثاني بتاع الزمالك اللي اتعمل، لا يا كابتن ده استلم وعدى واتعملت، واحنا مش متخيلين انه هيعمل الحته دي. هي دي السلبيه اللي كانت في لعيبه الاهلي وقتها، نتكلم بكل امانه احنا لازم نقول الصح علشان ما نغطيش على الغلط عشان ما يتكررش تاني. هي دي السلبيه حتى في الترحيل يا كابتن. انت بتتكلم في مشكله دفاعيه كابتن اساسي يا كابتن، ده اساسي كابتن كابتن فاروق. احنا مشكله مصر كلها وبقولها مشكله مصر كلها في الترحيل والمان تو مان في الثلث الاخراني يا كابتن. اتحداك يا كابتن فاروق لو جبت كل الاجوان اللي دخلت ازمه كبيره في مصر كلها، اقل كتير جدا في النادي الاهلي. يعني كابتن انا بتكلم النادي الاهلي انا بتكلم عليه يا كابتن، ان المفروض انا وانا بلاعب خصمي انا ما يهمنيش انا بلاعب مين، حتى لو بلاعب فرقه قسم ثاني وقسم ثالث، انا ما مش هقول مش عايز اوصل لحته ان انا يعني اقول خلاص بقى النتيجه محسومه، لا انا بلعب ايا كانت الفرقه دي مين. انا اللي زعلني يا كابتن فعلا بقول لك الجون الثاني ده زعلني جدا يا كابتن، زعلني جدا جدا يا كابتن ده جدا يا كابتن بتاع الاولاني ولا لا الثاني يا كابتن الثاني اللي كاسونجو عدى بيها وعملها الجون الثاني. لا يا كابتن دي انا زعلان، انا زعلان فعلا. ماشي مش ده النادي الاهلي يا كابتن، لا النادي الاهلي بيشترك كويس قوي، النادي الاهلي بيغطي كويس قوي، لكن كابتن بقول لك التشبع. عارف حضرتك انت خلاص لعيبه النادي الاهلي تشبعت وبرده تمام. يعني خلينا نقول انه موسم طويل يا كابتن، موسم ما انا في الاول قلت يا كابتن انت شايف بطولات كتيره وشايف شغال كتير لعيبه النادي الاهلي بالذات، منتخب مصر، بطوله افريقيا، بطوله دوري عام، كاس، هي ده طبيعي ان اللعيب لازم يحصل له حاله من التشبع. يعني انت 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 جات لك فتره يا كابتن كنت نمره واحد في النادي الاهلي في الفراوده، النادي الاهلي لما كان الجمهور يقول فين محمد فاروق خلاص انا بتاكد مليون في الميه ان هجيب جول، ما بشوفكش كنت بقلق شويه. جمال مساعد جات له فتره من فترات لما كنت موجود في النادي الاهلي هيعمل لي فاول، هيعمل لي كوره، هيوصل واحد او اثنين. جات لك حاله تشبع من كتر اللعب يا كابتن. الروتيشن اللي بنتكلم عليه دوت الكابتن حسام بيعمله كويس قوي، لكن يعني لما اجلف ماتش او في جيم ما فيش مشكله. ممكن اقول وجهه نظري تقول صح يا كابتن؟ طبعا احنا كلنا لعبنا في النادي الاهلي طبعا طبعا طبعا، ان ممكن اجيالكم واجيالنا كان عندنا حته الرغبه دائما في البطولات وان احنا ما نخسرش ماتش. ممكن الجيل ده او مش عايز اقول في ناس كبار على فكره، انا هتكلم على وليد سليمان وفتحي والناس دي عارفين الجزئيه دي، لكن الجيل الجديد فيه اختلاف تقريبا في الفكره ان هو خلاص اخذ البطوله وفي جزء منهم جاي لسه جديد للنادي الاهلي، ما اخدش حته ان انا ما دام اخدت بطوله لا ده انا عايز الثانيه والثالثه واكمل الشكل ده. تفتكر ده ممكن يكون جزء منه برضه؟ يعني انا من وجهه نظري انا الثقه دي يا كابتن، الثقه في النادي الاهلي ان انا عندي ثقه لكن انا هدوس برضه لان انا عندي جمهور بره. بتكلم مع كابتن جمال، جمهور بره مش هينزلني من البيت لو انا كنت بتكلم معاك فوق قبل الهوا. كنت بتكلم في ايه؟ من شب على شيء شب عليه كابتن. تمام. اللي اتربى في النادي الاهلي
من اول مرحله سنيه وعمريه ليه كانت في الناشئين لغايه ما طلع درجه اولى كابتن ولا لعب درجه اولى. انت عمرك ما بتخسر او بتتعادل او بتفكر انك تخسر او تتعادل او ما تعرفش كلمه تتعادل او تخسر، ولو خسرت انت ما بتنامش وما تعرفش تمشي في النادي وتحط وشك في الارض لغايه ما استحال كل حياتك بتتغير. كابتن جمال اكيد انت يعني حته ان انت ممكن تخسر كان مباراه اكيد يعني ما فيش جيل ما عداش بالجزئيه دي، كانوا ما بننزلش من البيت يعني حته التركيز في الماتش اللي بعديه ده ان لا يمكن يعني ده يحصل تاني. هو بص يا فاروق اقول لك الحاجه اللي هزمتني اللي فاتوا دول يعني انت ممكن مش ممكن يكون تشبع، يعني ممكن انت مثلا تكون انت ايه زي ما بقول ده كده ان في بعض اللعيبه اللي جايه جديده مش متعوده ان تاخد بطولات على طول وتكسب كتير. لا انت طالما دخلت النادي الاهلي فخلاص انت النادي الاهلي، الناس اللي جوه النادي بتعودك انك تاخد بطوله على طول. طب ليه احنا ما نقولش مثلا ان هي في غيابات كتير؟ لا ما طبعا ده جزء نهايه موسم غياب ازار وطبعا النادي الاهلي على النادي الاهلي على طول بيلعب نادي الزمالك او اي مباراه بيبقى عامل حسابه ان هو مباراه نادي الزمالك بالذات بتبقى دوري ليها شكل تاني خالص وطبيعه تاني خالص. انا بحلل المباراه ديت ان نادي الزمالك جاب الجولين في الدقيقه كام؟ انت رجعتني للزمالك ماشي في الدقيقه كام؟ في بدايه اللقاء بس يعني باينه كده من عند ربنا سبحانه وتعالى ان نادي الزمالك النهارده هياخد المباراه. زي امبارح احنا بس حصل كتير يا كابتن الزمالك بيجيب جون وانت بترجع لا ما انت خلاص ما بتطلعش 2-0 الطابور الاولاني. والله يا دايما يا كابتن انا ببقى عندي ثقه في الفريق الاهلي امبارح لغايه اخر الدوري طبعا الحظ ولولا الماتش بتاع التوفيق طبعا الماتش بتاع الاتسوت امبارح محمد ابني على الجنب بقول له احنا متعودين ان احنا بنجيب جول في 97 و200 قلت له النهارده النادي الاهلي هيتغلب 1-0 احساسك انت والله العظيم قلت له قال لي ليه؟ قلت له خلاص ما هي باينه لا بتبين شكل الفرقه في الملعب بتبين في ناس بيبقى كسل في ناس حاسه ان هي النهارده موسم طويل وفي اجهاد وفي تعب حاسس ان هو مش قادر لا اي فرقه زي ما دور اللعيبه الكبيره يا كابتن بقى يهمني اعرف دور اللعيبه الكبيره في التوقيت ده اللعيبه اللي عارفه جزئيه ان انا اتغلب ماتش وفي التاني اكيد شيء صعب خصوصا انت بقى داخل على مباراه هي الاهم والاقوى عن المباراة اللي فاتت. يمكن مباراة الزمالك كان خلاص يعتبر تحصيل حاصل في الدوري، ايضا بطولة كاس مصر وخروجك من الاسيوطي خلاص هنقول دي مفاجآت كاس بتحصل، لكن المباراة القادمة جمهور الاهلي يعني متعطش جدا للبطولة دي والبداية مهمة جدا يا كابتن جمال. طبعا البداية مهمة جدا، انا على السنين اللي لعبتها في النادي الاهلي ومتابعتي مع الجمهور بره اللي وانا ماشي في الشارع ولا مركب عربيته وماشي ان النادي ان الجمهور بتاعنا خلاص هو نسي ماتش الزمالك وماتش الكاس وخلاص هو بيبص اللي جاي هتبص لها الاستاد لو في جمهور او ما فيش جمهور هتبص لها الناس بتساند النادي الاهلي والماتشين اللي فاتوا خلاص هو النادي هو اصلا اتلغوا خلاص اتنسوا تقريبا من حتى الجمهور بيبص الجمهور زي اللعيب عندنا يعني هو اول ما المباراه خلصت خلاص هو بيفكر في اللي جاي بعد كده لكن دور مهم انا بتكلم بقى على اللعيبه الكبار يا كابتن انا اللعيبه الكبار المفروض يعملوا ايه مع اللعيبه اللي ممكن يكون صغيرين لسه جايين وانت كابتن فاروق هتلاقي ده موجود يعني هتلاقي ان هو قبل ماتش الزمالك بعد الهزيمه بتاع الزمالك اتكلموا قعدوا مع بعض وعملوا اجتماعات واتكلموا ان الماتش ده خلاص عدى نبص الماتش حتى ماتش الاسيوطي هتلاقي برده الناس برده قعدوا اتكلموا والكابتن حسام قعد اتكلم ان خلاص احنا اقفل بقى الصفحتين اللي فاتوا دول ونبص للماتش اللي جاي اكيد الناس بتتكلم مش اللعيبه اللي موجوده لعيبه كبار وجهاز فني كبير اكيد مش هتعدي عليه الحاجات دي نتمنى طبعا الامور يعني سريعا طبعا وجود لاعبين كبار زي فتحي ووليد وشريف وسوليا ويعني مجموعه مش عايز انسى حد من اللعيبه كلها ده الطبيعي اللي بيحصل في اي فرقه بتخسر فرقه بتنافس وفرقه كبيره زي النادي الاهلي وبحجم اللعيبه اللي عندها بالاسماء اللي بتتكلم عليها حسام غالي حسام عاشور اكرامي وليد سليمان عندك احمد فتحي شريف اكرامي الناس الكبيره دي كلها اللي هناك اللي موجوده محمد نجيب يعني على ما اعتقد الناس دي يعني زي ما قال كابتن جمال ان هي دايركت على طول ثاني يوم ان لم يكن في نفس اليوم بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنقول خلاص ماتش وعدى مش عايزين نرجع له تاني نفكر في القدام خلاص خلص ماتش الزمالك خلص ماتش الاسيوطي نفكر في افريقيا بقى الماتش بتاع يوم الجمعه دوت ده المهم اللي المفروض لو ربنا كرمنا ان شاء الله باذنك يا رب واشتغلنا عليه كويس ده هيمسح تماما نتيجه الماتشين اللي فاتوا بتوع الزمالك والاسيوطي يعني. طب بكلمك على المباراه القادمه خلاص انا خدت اكيد اللي حضرتك بتتكلم عليه سواء بقى من الدعم الجماهيري ودعم مجلس الاداره للفريق واكيد هيبقى في اجتماع بشكل ما مع الفريق ومن مجلس الاداره حته الدعم دي احنا دايما عارفينها في اي حته كده او اي اخفاق بيحصل مجلس الاداره متواجد
بيدي الدعم للعيبة وللجهاز وبيحفزهم بشكل كبير. لكن المباراة القادمة كابتن، من وجهة نظر حضرتك وبدايات النادي الأهلي في أفريقيا، ثلاث نقاط بالنسبة لك في كل مباراة تبقى على أرضك بتفرق كتير جدا في حصولك أنك توصل للدور اللي بعده. بالمقارنة حتى السنة اللي فاتت كان في يعني الأمور بداية ما كانتش بالنسبة لنا شغال كويس. يعني أنا أعتقد برضو دي هتبقى في حساب الجهاز الفني النادي الأهلي. يعني كابتن حسام أنا أعتقد قاري يمكن الجدول بتاع مجموعه الاهلي في دوري الابطال السنه اللي فاتت، كانت بتقول زي ما انت بتقول يا كابتن، كان الوداد وفي زناك وكان في كانون سبورت مع النادي الاهلي القطن. يعني مش عايز اقول انه المجموعه كانت تقول انك انت زي ما بتقول كده ما كانش ماشي كويس الاهلي بعد كده، وبعدين فنش زي الفل واسمر الماتشات اللي كانت بره وكانت جوه. بتهيألي ان لو لعب الاهلي على حته التلاته بونت اللي في ملعبه دي وتاكد عليها خلاص كابتن، وبقت بالنسبه له انا ضامن في ايدي التلاته بونت واطلع بره ان شاء الله، حتى لو اتعادل او يعني اجيب سكور كويس في مباراه القاهره او مباراه النادي الاهلي هنا، الاهداف ممكن تفرق. خلي بالك انت صعدت السنه اللي فاتت بفارق الاهداف. سنة عشان اذكركم بس كابتن، احنا معانا غير الترجي معانا كامبالا الاوغندي وتاون شيب البوتسواني، فدول الفرق اللي معانا. انت عندك تاني ماتش هيكون ان شاء الله يوم 15 في كامبالا، انت هتسافر يوم 9 بعد هذا اللقاء، بعد لقاء الترجي التونسي تسافر يوم 9 على الامارات عشان احتفال باعتزال كابتن حسام غالي في الامارات ومنه الى اوغندا، والمباراه ان شاء الله هتبقى يوم 15. برضو حته التعب يعني طبعا عمليه سفر كتير ومباريات ورا بعض، يعني اعتقد كابتن حسام بدري مهم جدا، وحته الريكفري بتاع اللعيبه مهم جدا. انا بيتهيألي ان احنا النادي الاهلي عنده زي ما قلت كابتن كتير قوي هنا في النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده واحد من اكبر مخططي الاحمال اللي في الوطن العربي كله، بيعرف يشتغل وبيعرف يحط برنامج سنوي. الراجل دوت يمكن سبب من اسباب ان النادي الاهلي شكله كويس قوي. اصابات اللي بتيجي بتبقى ملهاش علاقه بالاحمال ولا ليها علاقه بالمباراه بنفسها، لكن بتبقى حاجه قضاء وقدر. انا اعتقد ان ده محطوط في البرنامج ان الاهلي هيطلع يسافر الامارات في ماتش اعزاز حسام حسام غالي، وبعدين يطلع بعد كده على الماتش بتاع افريقيا. على ما اعتقد هو حاطط البرنامج البدني ومشقه التعب والسفر كان ده كله محسوب، على ما اعتقد هو محسوب. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك ممكن مع خساره الماتشين دول يا كابتن ممكن يعني البرنامج يتغير، لان نفسيه اللعيبه بتبقى مهمه جدا جدا في الملعب، غير لما نكون كسبان غير لما نكون خسران. في نهايه الموسم يا كابتن يعتبر يعني كان انت وصلت للتوب فورم معايا كابتن عمرو انور وكابتن بدر رجب كلهم طبعا كابتن هشام حنفي ياسر، انت خلاص في نهايه الموسم جزء الخطه دي خلاص، انت كلاعبين انت خلاص حفظت انت حفظت خلاص. انت ممكن حته اللايت بالنسبه في التمرين والعوده ان انت تعيد الحته النفسيه والحاله النفسيه للعيبه. ده بقول لك حاجه يا كابتن فاروق، يمكن في ناس كتير يا كابتن جمال ما تاخدش بالها منها. المفروض الصح ان كل واحد ليه عمر سني ليه جرعه او قدره بدنيه، بمعنى يعني انا عندي مثلا سي 33 34 سنه او 35 سنه، انا المفروض ان انا ما اتعاملش زي اللي عنده 19 و20 21 سنه. ما تجيش تقول بقى لا ده انا اتمرن جامد علشان انا ابقى اطلاقا، دي حاجه بتبقى حاجه فرديه. لكن الطبيعي الصح يا كابتن انت ليك شغلك، انت ممكن تشتغل، انا هشتغل بدني سي 30 دقيقه قدراتي كده، اللعيب الثاني ممكن يشتغل له 10 دقائق و12 دقيقه، وهتلاقي نفس اللي بيديه في ال 90 دقيقة اللي عنده 34 ولا 33 ولا 30 سنة هو اللي بيديه اللي عنده 21 22 سنة. ده الحديث يا كابتن دلوقتي. لكن احنا للأسف من المعتقد اللي عندنا ايه يا كابتن فاروق؟ انك لا 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 انزل اهرس، انزل لا اتمرن، انزل اجري، انزل لا، كله غلط. انت بتجيلك وقت من الاوقات لو بعد ساعة بعد نص ساعة بعد بتلاقي نفسك فعلا مش قادر انت، وده غلط وممكن يأثر عليك بعد كده. وانا على ما اعتقد ان النادي الاهلي ماشي بالسيمترية ديت او بالشكل دوت، لان المفروض ان الاحمال دي هي رمانة الميزان بالنسبه للفرقه اللي بتنافس كابتن خلال الموسم. فانا على ما اعتقد دي يعني بيتم تقنينها كويس جدا جدا جدا. طبعا ده معلول يا كابتن جمال، ويمكن عودته في توقيت مهم جدا
انا شايف ان هو واحد من اللاعبين المؤثره اللي كان برضو مؤثر قوي في السنه اللي فاتت في الوصول للنهائي، واحد من اللعيبه اللي كانوا مؤثره جدا. شوف احسن واجمد ماتش اتعمل بتاعه امام الترجي طبعا ده جايب جو. لا 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 كان هايل يا كابتن، كان بامانه الله من اللعيبه المحترمه جدا اللي بتثبت ان الاحتراف ملوش اسم يا كابتن. صحيح. انا محترف في نادي فلان، بلدي بلعب قدام مين ما يفرقش معايا. وكان النجم بعدها وبعدين يا كابتن زي برضه هنقول برضه زي ما كابتن علي ماهر راجل متربي في النادي الاهلي وعرف يعني ايه لما بلعب فرقه. انا كل اللي بعمله ايه؟ بعمل ان انا شغال اكسب وخلاص، ما يهمنيش بقى بلعب اهلي بلعب زمالك، انا ابن مين انا مش ابن مين. لا، النادي الاهلي علمه ان هو يعني يلعب شغل يكسب، ده شغله. فان شاء الله يعني انا ما اعتقد النادي الاهلي. احنا بنتكلم على عوده يعني اللعيب، يعني زي معلول انت في نفس الوقت بتخسر لعيبه مهمه اجايه وليد ازارك. الجزئيه ان انا اشوف البديل او البديل اللي انا اجهزه في مباراه كبيره زي كده، طبعا اثنين لعيبه خبرات، اثنين لعيبه مؤثرين في الاداء وبيعملوا فارق جزئيه النتيجه كمان والاداء الفني للعيبه. ازاي هتتعامل كابتن حسام او هيتعامل ازاي كابتن حسام البدري في هذه الجزئيه؟ هي اكيد اكيد الكابتن حسام عامل حسابه ان في بديل لاي حد يبقى موجود في الفرقه يتصف في اي وقت، والا يبقاش مدرب كوره. لازم انا بلعب، انا عامل حساب ان انا العب ماتش ترجي في افريقيا بعديها باربع خمس ايام او اسبوع. بس حظ سيء يعني، واحد زي واحد لعيب من اللعيبه اللي بيعتمد عليهم كابتن حسام برضه. بص انا اقول لك الحاجه، مفيش اي حد بيعوض لعيب في الملعب. يعني مفيش مثلا واحد فرود يبقى فرود كويس قوي 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 وواحد ثاني يعوضه، لازم يكون اقل منه. يعني انا مش هجيب مثلا ابو تريكه اجيب واحد ابو تريكه ثاني. مش هجيب فاروق ثاني. لكن ممكن اجيب فاروق اقل منه. الا اذا حاجه موهبه حاجه بقى من عند ربنا، جه واحد موهوب من كل حاجه. الاهلي يعني اكيد كل اللعيبه حتى لو إن لو ايه حتى لو ايه بس كل واحد بصفاته. يعني انا بشوف مثلا مروان عنده جزئيه الهيدرز مثلا وطوله ووجوده في ال 18 يعني انت عندك يعني انت عندك مروان ازاره سريع وبيعرف يتحرك بشكل سريع. انا الميزه اني ان انا انت بتعتمد على ايه بقى؟ هي دي طريقه لعبك بالظبط. طريقه لعبك انت عندك ازاره بيتحرك في التلت الاخير ده في نص الملعب كله بيتحرك كتير جدا جدا. مروان بيروح فين؟ مروان ما بيخرجش بره ال 18. واقف مثبت نفسه. هنا مين اللي يفيدك اكتر؟ انا بالنسبه لي مروان ازارو. ليه؟ لان ازارو بيخرج بره كتير، ممكن يخرج السرد مكان وراه يفضل اللي جاي. لكن مروان واقف في ال 18 على طول مستني عاوز العرضيات. مفيش عرضيات يبقى مفيش شغل من قلب الملعب، ولا في وانتوهات ولا في ثغرات في جوه ال 18. فانت انت بتشتغل ازاي؟ ماتش الترجي ده انت هتشتغل ازاي؟ الفرقه اللي جايه تلعبك هتلعبك هتهاجمك ولا هتقف زون ديفنس ولا هتلعب من انهي تلت من تفتكر الترجي كابتن بحجمه الكبير يجي يلعب النادي الاهلي ازاي؟ هيلعب نفس الكلام من نص الملعب. كل فرقه العالم بتلعب من نص الملعب. ولما بتمسك تبدا تشتغل. الكره فقط الكره بينزل ده نص ملعبه ويبدا الناس كلها تبقى شايفه الكرة قدام عينيها. هم عارفين طبعا فريق النادي الاهلي، هم عارفين النادي الاهلي وعارفين طبعا اصاباته الكبيره وعارفين الاصابات وعارفين كل الناس اللي الناس اللي هتلعب والناس اللي غايبه. واحنا بنتكلم يا كابتن دلوقتي، انا يعني حته ان انت بتكسب ترجي فردك السنه دي الامور بقى، عارف انت لا ده انا عارف انت هتعمل ايه، ده انا يعني اللي هو بيستعد لك بشكل بقى مختلف. لو كنا بنتكلم على ان الاهلي بيكسب الزمالك او ما بيخسرش منه 11 سنه، فالزمالك السنه دي استعداده للمباراه مختلف، ايضا الترجي هتلاقيه استعداده مختلف في ظل وجوده في مجموعه الاهلي. هو خلي بالك برضه يا كابتن فاروق، بص هو هيجي برضه، هو عارف ان النادي الاهلي بيغيب منه واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، هو ما بيفرقش معاه، هو بيلعب النادي الاهلي. اي حد هيكون موجود هو خايف من النادي الاهلي. هو هيلعب برضه زون ديفنس من نص الملعب وهيبدا يشوف الناس بيشتغل النادي الاهلي ازاي. هنا هيبقى في حاجه بالنسبه للمباراه دي، الناس اللي موجوده في الملعب ومدى صحتهم في الملعب ووقفتهم في الملعب وشغلهم في الملعب ايه. احنا كنا لما كنا بنلعب وانت عارف الكلام ده وده عارف الكلام ده، وانت شغال في الملعب ممكن ترى الفرقه اللي قدامك النادي الاهلي فرقه تقيله قوي، لكن النهارده مش تقيله. الناس النهارده كلها مش واقفه على رجليها. بعمل انا زيارها صحيح. ما هو هنا شغل مدرب وشغل لعيب. صحيح. يعني احنا كلاعيبه في الملعب اقول لك ايه النهارده فاروق يا جماعه فايق النهارده مش فايق ما اشتغلش عليه خلاص. احنا كنا بنشتغل على طول من مكان معين نبدا نشتغل من الحته دي. الترجي هيجي النهارده يلعبك النهارده هيعمل ايه؟ لو لقى النادي الاهلي فايق واقف على رجليه وتمام هيتغرب 2-3. لكن لو لقى الفرقه اللي موجوده في النادي الاهلي زي ماتش الزمالك زي ماتش بتاع الاسودي فرقه في مشاكل شويه هيبدا يشتغل عليك على حسب اللعيبه اللي موجوده في الملعب. واحنا بنتكلم يا كابتن على هرجع لجزئيه الاسوتي وحته الجزء الدفاعي اللي انت قلت عليه، انت بتلعب فريق كبير بقى هو اسمه الترجي، عنده مجموعه من الهدافين طه ياسين خنيسي فخر الدين بن يوسف، عندهم الجزء الهجومي والسرعه متواجده.
التعامل وانت عايز تجيب اهداف وتكسب على ارضك ان شاء الله حتى 1-0 يعني، ما انت بتلعب على نقاط وليس بتلعب على ماتش رايح جاي يعني. فحته الهجوم بالنسبه لك انت عندك نقص فيه وعايز تزود فيه، هل هيبقى بزياده من لعيب معين من نص الملعب، هل هيبقى في لعيب مختلف راس حربه، يعني امور كتير كانت حسام بدري ربنا يكون في عونه في اختياراته بالنسبه للتشكيل الاساسي، وفي نفس الوقت متخوف جدا يبقى فيك يحرز اهداف فريق الترجي ويتفوق عليك من البدايه حتى. بص كابتن، حته الدفاع ديت عشان اقفلها كويس قوي، وانا بلعب فرقه كبيره زي باسم الترجي محتاجه اولا اضيق المساحات جدا 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 جدا، يعني على الاطراف انا لازم لو زي ما بقول وهفضل اقول الكلام ده كتير يا كابتن، ان هي للاسف هو ده المحور بتاع احراز الاهداف. الترحيل، يعني انا بلعب دلوقتي كوره ناحيه الباك ليفت، خلاص كابتن المفروض الطبيعي يا كابتن إن لو في فرويد بيميل ناحيته شويه السرد باك الاولاني بيروح ناحيته بيقفل معاه، السرد باك الثاني بيبقى تحتيه سنه صغيره لو معهوش فرويد ثاني، الباك رايت بيخش مكان السرد باك الثاني، الطرف اليمين بقى خالص مين اللي بيقفله يا كابتن الحته دي، ودي اللي مهمه جدا، يا اما الهاف رايت يا اما الراجل اللي بيلعب طرف يمين بينزل يغطي هو يعتبر باك رايت. الحته دي اللي اتقفلت كويس قوي مع النادي الاهلي وتركز فيها كويس قوي قوي، واتلعبت في الثلث الاخراني بقول لك يا كابتن فاروق مان تو مان، حته الترحيل حته الالتزام الالتزام الصح الوقفه الصح يا كابتن، من صعب قوي 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 يدخل جول في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيفوق وبيمتلك نص الملعب لا عنده سرعات كويسه جدا، عنده ليد سنان ما شاء الله سريع. انت عايز تجبر يا كابتن في الترجي ان هو ما ممكن اغير يا كابتن، هو كابتن حسام لازم يلعب 4-2-3-1 يا كابتن في ظل الظروف دي، هو ممكن يغير هو انا سمعته قبل كده قال انا ممكن العب بالطريقه اللي تناسب الماتش اللي فات لعب صلاح حسن مع مروان في المشكله يا كابتن عادي. مروان يا كابتن الحته اللي عايز اتكلم عليها، مروان من الفراوده المحترمين جدا في مصر، لكن يعني ينقصه حاجه واحده بس، ثقته في انه يقدر يجيب هدف او اللي هو بيشتغل مع الفرقه يقول انا هجيب هدف وعنده قناعه ان هو هيجيب هدف او يحرز جول او يجيب جول، هي دي المشكله بتاعت مروان محسن دلوقتي. مروان ما فيش مشكله بالنسبه له لان الفتره اللي كان قعدها فتره كبيره وطويله، هي الفتره دي لو مروان ماتشين بالظبط، وبقولها على الهوا كابتن فاروق اهو، ماتشين لو مروان محسن في كل ماتش من الاثنين دول ورا بعض جاب له هدف انا بقول لك ما هتفتح مع مروان وهيبقى زيه زي وليد ازارو بالظبط يمكن اكتر كمان، لان وليد ازارو خد الثقه دي بعد ما جاب ايه يا كابتن؟ جول واثنين وثلاثه يمكن برضه كان وقتها كان واقفه خالص يا كابتن. بقى في حته ثانيه غير كده ان مروان كورته كويسه قوي، ومروان عارف يعني ايه دوري مصر، يعني ايه عارف دوري ممتاز، وعارف يعني ايه يتحرك في الحته ديت، انا على ما اعتقد الحته دي لو مروان اكتسبها، وانا بقول ان الفتره اللي جايه دي زي ما احنا قلنا بقى خلاص خططي انت اتشبعت. بدني انت شبعت، محتاجه نفسي اكتر عشان اطلع من اللي انا فيه الماتشين اللي فاتوا دول، محتاجه اتعامل يعني زي ما انت بتقول يا كابتن حاجات كلها ايه بقى حاجات يعني خفيفه كده شغل خفيف، وانا اعتقد الكلام ده طبعا يبقى وارد عند كابتن حسام وعند الجهاز كله طبعا يعني. لكن انا بقول نقفل شويه كابتن في اللي علينا، يعني نضيق مساحتنا شويه نرحل صح يا كابتن، نلتزم بالمان كويس، على اعتقد يبقى صعب جدا ان يدخل فينا الضغط من البدايه يعني. كابتن من فوق عشان ما تديش فرصه فريق زي الترجي، عنده القدره كابتن فريق الترجي كابتن جمال انه ينقل من رجل لرجل، ما الفرقه كبيره يعني ما بنتكلمش الفرق بين اسود، ما بنتكلمش على فرقه صغيره، فرقه كبيره وفرقه عارفه بقى هي دي بقى النقطه عايزه ايه، عارفه عايزه ايه وعارفه يعني ايه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. لكن مهم جدا نعرف البدائل كابتن، كان كلمه على مروان هو اللاعب الوحيد اللي هو متواجد كراس حربه في التوقيت الحالي، البديل لاجاييه مثلا وجود مكان زي مثلا عبد الله السعيد، كابتن جمال مساعد انا بفكر فيها ازاي؟ انت قلت لي لازم يبقى في بديل. انا كان رايي اللي كان يتجهز من سنه او من سنتين احمد حمدي. احمد حمدي هو الوحيد اللي يقدر يلعب حته اللي تحت الفراوده هو ده، لكن هو في الظروف ديت طبعا صعبه جدا ان هو ممكن يبقى متواجد في ماتش زي ده ماتش جامد. ده كان اقرب واحد ان هو كان يتجهز السنه اللي فاتت، من السنه اللي فاتت للسنه دي كان ياخد عليه ربع ساعة أو تلت ساعة في حتة تحت الفراودة دي. طب أجاية كابتن وإصابته؟ ما هو خلاص هيبقى كده بره. ما هو بره. هو بره يا كابتن، أنا بتكلم على بديل لاعب زي أجاية. أي حد بقى حتة يحل في المكان دوت، لأنك أنت أجاية أصلاً هو مش هو صانع، أو خلي بالك أجاية صانع مش صانع ألعاب.
هو بيعمل العاب يعني معنى ايه ده؟ يعني انا مش اللي هو بيقف على الكوره ويحط امتى يحط وامتى يقف، لا هو ممكن بيشتغل على الموقف نفسه ان الموقف اتخلق له، فهنا يبدا يحط باص يعمل جول، لكن مش هو اللي يلعب تحت الفراغ، ده بيبقى صريح. انا شايف زي ما كابتن جمال ما بيقول، انا مش لازم العب باربعه اثنين ثلاثه واحد، يعني زي ما بتقول مثلا انا عندي دلوقتي مين؟ عندي صلاح محسن، هتقول لي الماتش كبير عليه والماتش لسه وهو لسه ما اشتركش افريقيا وما خدش احمد حمدي. صلاح محسن طب يا كابتن ممكن بس تقول لي التشكيل اللي انت ممكن تتوقعه وجود بعض اللعيبه يعني انا هتقولها، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نقول الجزئيه دي، مهم جدا ان احنا نتكلم القادم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، تشكيله اللي ممكن يستغله كابتن حسام البدري في ظل مجموعه من اللاعبين اللي اتصابوا ولاعيبه مؤثره بشكل كبير سواء ازارو او اجاي. واحنا بنتكلم على مباراه الترجي اقول لحضراتكم بس قائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، قائمه اللاعبين شريف اكرامي ومحمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صابر رحيل، علي معلول، وسعد سمير، وايمن اشرف، حسام عاشور، وعمرو سليه، وهشام محمد، ميدو جابر، ووليد سليمان، واحمد حمدي، وحمودي، واسلام محارب، وكريم ندفد، وعبد الله السعيد، وليد ازار، وجونيور اجاي، ومروان محسن. يمكن دول كابتن ضياء القائمة الخاصة بفريق النادي الأهلي، أكيد وإحنا في ظل غيابات معينة بالنسبة للنادي الأهلي كل من أزار وأجاييه، قائمة النادي الأهلي بالنسبة للمباراة القادمة الجزء التشكيل الأساسي هو ربنا يكون في عون طبعا كابتن حسام الفترة الجاية دي في الماتش ده بالذات، طبعا بعد الإخفاقين بتوع الزمالك والأسيوطي. أنا شايف كابتن أجهز يعني أنا طبعا ما أقدرش أقول أجهز، دي من وجهة نظري أنا كأسماء وعندي خلفيه باللاعبين اللي هيلعب في المكان اللي هقول لك عليه دوت، لكن الجهازيه الصح بقى بتبقى مع جهاز في الفرقه، يعني مثلا واحد زي معلول، انا معلول ده لازم يلعب طبعا يعني، بس هو جاهز فتره كابتن، ما لسه بتكلم هو كابتن اهو جاهز بالفتره اللي قعدها دي اللي هو قعدها بره دي، هو ولا صبري اللي يقولها دي ويفصل فيها الكابتن حسام مع الجهاز، لكن انا ممكن اقول ايه لا معلول وهو كده لا احنا لعيبه على صبري، ممكن اعملها كابتن عادي جدا مش مشكله، لان معلول هرجع للي بيحصل عنده خلفيات كتير جدا، عنده يعني خبرات افريقيه ومع النادي الاهلي وراجل اسم تقيل وبيشتغل كويس وحافظ النظام مش لسه اوكي، ممكن بالفتره دي انا فاكر كابتن لعب برضه بطوله افريقيا وكان في نفس تقريبا في نفس موقف كده كان معلول اتصاب وخد وكان مازال انا بقول لك كابتن ممكن يعني انا بقول لك ممكن يا دي ترجع للكابتن حسام، يعني عندك صبري، ايمن اشرف مثلا، سعد سمير واخدين دلوقتي مع احمد فتحي، انا بالنسبه لي شايف ان بالنسبه لي في الوضع دوت او في الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي ان هشام محمد وحسام عاشور والسوليه الثلاثه دول هيلعبوا في نص الملعب، انا شايف ان قدام وجهه نظري يا كابتن وجهه نظري ممكن اسلام محارب، مروان، وليد سليمان، دول انسب مجموعه للماتش اللي جاي بحيث ان انت ما عندكش اللي الدور اللي يقوم بيه زي ما اتفقنا بقى قلنا خلاص احنا لازم نغير الطريقه، لان انا مجموعه اللعيبه دلوقتي اللي موجوده عشان ابدا في الجاهزيه ما ابداش يا كابتن في ماتش زي الترجي، ماتش تقيل وبعدين تبقى شكلها وحش قوي، وانا بقول لك بامانه وبصراحه انت كده يلعب 4-3-3 هشام محمد وحسام عاشور والسوليه، وعندك اسلام محارب ومروان محسن ووليد سليمان. وليد انا ليه بحطه في الحته دي؟ دي بتساعدك او شكل الطريقه دي الشكل الهجومي مؤثر جدا في اقول لك ازاي على ارض هقول لك ازاي اتفضل. انا عندي طرفين كويسين قوي وليد واسلام محارب بالاضافه انت عاوز عاشور والسليه عاشور وهشام محمد ثلاثه في نص الملعب انا ما يهمنيش انا بس هو نقطه كانت مفيش مشكله في نص الملعب في ظل ان انت عايز هشام محمد ما بيكمل وكان في مقص بيكمل في الاهلي بيكمل والظروف الحاليه تخليك تقول كده اللي انا فيها دلوقتي ما انا ملتزم ما بقول امتى بقى ما هو انا لو افرض الترجي هو هشام محمد واحمد حمدي طب وليه ما احطش انا وليد سليمان؟ يعني وليد بيلعب حته كويس قوي لا وليد يجي من يجي من بره ما هو من بره ما هو في الطرف بتاعه ما هو في نص الملعب ويقدر يزود ويكمل ما فيهاش مشكله انا بتكلم ان اللي يقدر يروح ويجي في الحته ديت كويس قوي وليد سليمان من اكتر الناس اللي بتقدر تساعدك في الحته دي لو وليد فتح لو وليد فتح ناحيه الطرف مين بيكمل وراه؟ لا انت عاوز واحد احمد سليمان احمد فتحي انت عاوز واحد يبقى في قلب الملعب يبقى شغله كله قلب الملعب طيب هو في صلاح محسن برضه كابتن موجود عشان بس ما ذكرناهوش في القايمه صلاح محسن موجود صلاح محسن موجود زي ما قلت يعني
طب مصطفى محسن محمد نجيب موجود كويس. ومحمد نجيب موجود بس عشان برضو حته ال انا 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 انا, أنا بتكلم في حته كابتن فاروق كابتن جمال انا بتكلم في حته ايه اللي يقدر يقول لك بالواجب دوت انا مش محتاج واحد ديفندر وما يقدرش يقوم لي بالواجب الدفاعي او الهجومي محمد شريف انا محتاج حد دلوقتي يقدر يسندني في الدفاع ويسندني في الهجوم الحته دي اللي يقدر يعملها كويس جدا 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 بخبراته هما كانوا اتنين يعتبر المفروض اذا كنا قلنا احمد فتحي او وليد سليمان او كان مؤمن قبل ما يمشي مؤمن زكريا قبل ما يمشي النادي الاهلي الحته دي عندهم بيقدر يدافع كويس جدا وبيقدر يشتغل كويس قوي مع النص اللي تحت او الجزء اللي فوق مع الفراوده ومع الديفندرات والباكات لكن انا شايف ان الحته دي يعني انا لو شلت هشام محمد وحطيت حمدي افريقيا برضو ماتش مش قليل وانت بتتكلم مع شمال افريقيا وبتتكلم مع فرقه ثقيله وفرقه عارفه هي بتعمل ايه وعلى ما اعتقد بنسبه 100% هيتقال لهم ان الاهلي نفسيا او راجل خسران خارج من كاس مصر بس هو وجهه نظر الكابتن ان انت تلعب بثلاثه في وسط الملعب في هذا في المباراه دي بالذات فهم. لا انا يعني انا مع يعني وجهه نظر كابتن دي ممكن ان انت عايز تامن نفسك في البدايه ما هو وليد طالع يا كابتن مش ديفندر ما هو بيساعد هو بيساعد يعني ما حمدي ممكن يخش جوه بص هديه انت عندك الثلاثه بتوع قلب الملعب دول شغلهم كله عرضي هيبقى انت عندك في فوجه في نص الملعب عرض ازاي كابتن يعني مين يعني على حسب صفاتهم السلية وهشام محمد بيزيد على طول على 18 وهشام محمد ما بيزيد يمكن هو حسام عاشور اللي هيبقى ثابت السلية بيزيد في اوقات معينه انا عاوز واحد في قلب الملعب يبقى واقف يقدر يمسك الكره ويشغل بلي ميكر يشغل الناس كلها لكن انا مش عاوز واحد يبقى 90% انت حسام غالي يا كابتن طبعا هو مش موجود معانا في القائمه الافريقيه ولكن حسام غالي في التوقيت ده هل كان ممكن يقدر يكمل مع النادي الاهلي او في كره القدم بشكل عام حسام يلعب كمان 3 4 سنين تاني من وجهه نظر حياتي لا مش من وجهه نظر من وجهه نظر المدربين والناس اللي موجوده في الجمهور في الشارع بص يا فاروق انت عندك حسام انا اللعيب ده بيبطل امتى لما بيبقى مش قادر بس لما اكون انا عندي لعيب وزنه مش زايد بيتمرن كويس بينام كويس انت وانت شايفه في الملعب شايف واحد واقف على رجليه ايه اللي خلينا بطل ايه اللي هو يلعب الحته دي هو يقدر يمسك هو بصير يقدر يمسك ويقدر يلعب الناس ويشغل الناس حسام في الوقت ده والوقت ده وقبل كده كمان بس هي ما اعرفش طب هرجع لجزئيه الطريقه مره ثانيه يا كابتن جمال 4-3-3 اللي كان عليها كابتن ضيا لكن كابتن حسام خلاص فرقته حافظه 4-2-3-1 والامور ماشيه بشكل كويس وان كان بيغير اثناء سير المباراه بتغييره فبتغير واحد ما غيرش تيم ما غيرش شكل لا ما شكل لا ما هغير واحد بس يعني انا عندي ما واحد ده ممكن يغيرك شكل الجزء الهجومي بتاعك بالظبط كده انا عندي العب 4-2-3-1 وزي ما بتكلم هلعب على اضغط عشان اكسب مش عشان ادافع مش هحافظ انا في ناس في اربعه ورا اللي هم الاربعه اللي سرد باكين بالباكين على الطرفين هم لهم مهمه ان ازاي النادي الاهلي هو بيهاجم ازاي الناس تكون واقفه صح وماسكه الفرود الراجل موجود والهجمات المرتده يبقى عشان بهاجم ويجي فيها جول 4-4-3-3 دي هتسبب مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي على قائمه كابتن الوقت يا محمد شريف على فكره برضه عشان نبقى محمد شريف متواجد واحد من اللعيبه اللي ما شفناهمش من خلال الموسم خالص ساعه ما جه في القائمه الافريقيه لا انا ممكن دلوقتي في اي مباراه انا هوقف لك وهقول لك النادي الاهلي مشكله اللي او الناس فاهمه كلمه 4-2-3-1 بمعنى ايه؟ ان هما الاثنين دول الديفندرين حسام عاشور والسوليه ثابتين ما بيطلعوش والثلاثه ايا كان بقى هنقول الثلاثه مين هم اسلام محارب مثلا فضلا ومروان محسن ووليد سليمان واذا كان الرابع مثلا ميدو جابر او هنقول ميدو ومروان ميدو واسلام ووليد ومروان هو الفيرود انا يعني انا مش عارف هي مش محسومه بحته نقول ثلاثه ان هنلعب ثلاثه وهيفضلوا هم الثلاثه ما حدش بيزيد وليد لما بيزيد بيبقى عندك اربعه في وجود مروان واسلام هي الطريقه بتتحول حاول اربعه ممكن تبقى كمان ايه يا كابتن عادي جدا انت عندك الطرف احمد فتحي ما بيعطول طول طاير وعندك معلول ما بيطير أو, او 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 صبري هي القصه حته التزام انا مش بتكلم في حته 4-3-3 دي هتبقى حته ثابته بص هتسبق حته 4-3-3 دي هتعمل مشكله فين انت عندك دلوقتي وانت بتهاجم فرقه زي الترجي فرقه كويسه تمام انت عندك الثلاثه الفراده بيلعبوا فين الثلاثه الفراده اللي عندك في الاطراف يعني عندك اثنين في الاطراف وانت محتاج في 4-3-3 كابتن معلش يعني برضو انا ما اعرفش بقى الجزء الفني طبعا انت الطرفين لازم يبقوا بسرعه قوي
وليد يا كابتن واسلام، يعني وليد انا شايف انه وليد سريع جدا، وانت في مشكله. بص اكمل القصه دي يا ضيف. لا اتفضل يا كابتن. بص انا بلعب 4-3-3. انا بلعب فرقه زي الترجي، فرقه ثقيله، اول ما هتمسك الكره هتعمل ايه؟ هبص تلاقي الناس انتشرت في الملعب كله عشان يمسك الكره ويبدا يستحوذ في الاماكن الحته الفاضيه عشان يخترق في اي مكان من اي مكان من اجزاء الملعب. انت عندك هنا وانت معاك الكره، وانت معاك الكره انت عندك الثلاثه بتوع الديفندرات بتوع فين؟ هبص ليهم يا فاروق، الثلاثه على خط واحد او واحد متقدم خمسة ياردة او ستة ياردة فوق حسام، فوق عاشور، وفوق السليه اللي هو انت بتقول هشام محمد. تمام. انت عشان توصل الكوره للثلاثه الفراوده اللي قدام هتوصل ازاي؟ انت عندك واحد في الطرف، خليك بس معايا ضيف، واحد ناحيه اليمين، واحد ناحيه الشمال. ما انت عندك ما فيش واحد في قلب الملعب عشان الناس دي ممكن السليه يخش الملعب. بص يا ضيف، بص لو فاروق يبقى هشام محمد وعاشور والسليه قدامهم. عاشور اول ما يمسك الكوره هو السليه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى مضغوط لان الشغل كله انت هتبقى حاطط نص. طب ليه السليه ما يفضيش نفسه؟ هقول لك بس هيبقى فاضي نفسه فين؟ هيفضي نفسه عشان يستلم منه في قلب الملعب، مش هيفضي نفسه. بس الف حركه كويسه على فكره، الف حركه كويسه جدا. انا شايف ان الحته دي مش ثلاثه، هي ثلاثه. عندك اسلام محارب برضه موجود، وعوده حمودي برضه واحد من الناس اللي بيعرفوا يشتغلوا كده. انا عاوز بس اوصل لك حاجه. بص يا فاروق، انا عاوز بص الثلاثه اللي هم بيلعبوا قدام، واحد ناحيه اليمين فين في الخط، واحد ناحيه الشمال واقف على الخط، والفيرود واقف على ال 18. تمام. في حوالي 15 ياردة من ال 18 لنص الملعب، الحته دي هتبقى فاضيه. انا عاوز احط حد في المكان ده، اول ما عاشور والسلايه يبدا يرفع وشه يلاقي واحد قدامه بينه وبين 5 متر. لكن لو ما فيش حد في قلب الملعب هيضطر يبص المسافه قد ايه يا فاروق عشان يلعب للناس. طب انا هقول لك حاجه، ده حوالي 30 يارد. انا مش لازم افتح الاطراف، طب ليه افتح الخط ليه؟ انا يعني ما انت بتلعب كده، ما انت بتلعب كده. انا بقول لك ما هو النادي اللي بيلعب كده، الظروف اتغيرت دلوقتي. انت بتتكلم، انت بتلعب فرقه محترمه جدا، انا مش شرط عندي ان انا افتح الاطراف عشان اقرب المسافات. لو حسبناها، انا دلوقتي انت بتقول حسام عاشور خد كوره او استلم كورته من الدباكين او اي طرف من الاطراف، هو هيفضل واقفين؟ طب ما انت عندك احمد فتحي بيجي يخش، ممكن لو وليد سليمان دخل جوه هيطلع احمد برضه. المسافه الباص من عند عاشور لعند احمد فتحي في الظروف اللي هي المضغوطه في الرجل الكتير في نص الملعب هتسبب مشكله. انت مش محتاج تبقى في نص ملعب كتير، انت محتاج تبقى موجود في نص ملعب خصم باستمرار. مشكله. طب ما انت زيد يا كابتن، انت تستغل جزئيه وجود، انت عندك وليد، لو قلنا وليد ومروان واسلام محارب وسليمان ما بيزيدش يا كابتن. طب مروان ولا صلاح محسن يا كابتن قدام؟ مين؟ مروان ولا صلاح محسن؟ مروان ولا صلاح محسن؟ انت قلت مروان. ده بنسبة 100%. هل ممكن يبقى صلاح محسن؟ لا صعب. وانت بتتكلم على سرعات مختلفة عن مروان، وانت محتاج الجزء ده. ما انا لازم عندي دكة كويسة برضه يا كابتن فاروق. ما انا دي انت لازم تحط في دماغك الحتة دي كويسة قوي على فكرة. انا مش شرط عندي، انا كل الناس اللي عندي ارمي بيهم، وانا افرض حد مش موفق فيهم الدكة هاجي اغير مين؟ لا انا شايف ان مروان لازم نبتدي، وصلاح يبقى ممكن موجود. انا بتكلم كمان على الخبرات الافريقيه، يعني هو انت مروان ما لعبش منتخب مصر، عنده خبرات، عنده احتكاك. لكن صلاح لسه ما عندوش حته الاحتكاك دي، لسه شويه. نمره واحد، نمره اثنين. هو ليه مروان بيتحرك كتير؟ بنقول يا كابتن لسه شويه، معلش برضو انا لعيب مميز ولعيب انا جايبه عشان استفاد منه. ما قلتلكش لا انا بتكلم، ما ينفعش انت ممكن يا كابتن برضو الفكر بيقول لك ايه، انا ممكن اللعيب ده اديله، يعني انت جايب لعيب ب 38 مليون جنيه ولسه هنقول انا قلت ما سواش. بص يا كابتن، مفيش لعيب في مصر، انا بتكلم صراحه يا كابتن، مفيش لعيب في مصر 4 مليون 5 مليون، دي كلها حاجات تانية خلاص. ولا احنا بقى لما كنا حاجات تانية 18 سنه وتطلع تلعب قدام عصاله كنت هو لا خلينا بس اروح تانية لجزئيه صلاح محسن. هو لعيب مميز، والسرعات اللي انا بتكلم فيها اللي انت محتاجها لو انت بتبني عليها خطه زي كده ما بتعمل كابتن حسام مع وليد ازارو، حته ان انا بيخرج بره وبيشتغل، صلاح محسن بيقدر يعملها. هل ممكن وارد كابتن؟ ممكن قوي لو بيفكر الفكر دوت، ويبقى مثلا في وقت من الاوقات عايز تشتغل بقى في الجزء العرضي، ويبقى في اثنين راسات حربه موجوده ينزل مروان. كابتن هو لسه الاثنين الاطراف ده يا كابتن جمال، هو ده يا جمال الاثنين الاطراف دول ايا كان مين الاثنين الاطراف في الملعب، هو لازم يبقوا فاتحين قوي يفتحوا لما عندك حد من نص الملعب يقدر يخش جوه. دي زي كان مين؟ زي كان عبد الله السعيد مثلا كان يعملها. هتبص تلاقي، لكن دلوقتي انا مش فاهم، محتاج افتح قوي. لا ما انت هتبص تلاقي لازم اخش جوه عشان اطلع الاطراف. هتبص تلاقي نفسك وانت بتلعب في نص الملعب الترجي، هتبص تلاقي لازم الاثنين بتوعك اللي هم على الطرفين لازم يخرجوا بره. مش هتدخلهم جوه في الزحمه دي،
يعني هتلاقي كابتن حسام من نفسه كده هتبص لها من بقى حتى مش هيقول بالنسبه للتحت تحت مروان او تحت اللي هو مثلا لو ميدو جابر ناحيه اليمين او ميدو جابر مش كابتن ايا كان اللي هيلعب في الاطراف هتبص لها هو من انت ضغط الترجي في نص ملعبه لو هو هيلعب في نص الملعب نص ملعبه هتبص لها الاثنين اللي في الاطراف واقفين بره خالص ده لازم اصل هشام محمد عنده الحته عنده الملكه دي يعني هشام ممكن يبقى لو قلنا حسام عاشور والسوليه هيثبتوا في نص الملعب هشام ممكن يطلع يقوم بالدور حته الباص دي او يسلمها كويس خلينا نتكلم ما هو التشكيل بكره ده هيبقى نابع من الفتره اللي فاتت من تجربه كابتن حسام البدري لبعض اللاعبين بدايه من حسم بطوله الدوري اصل انا مثلا مش هجيب مثلا لعيب ما هو موجود في قائمه افريقيه زي هشام محمد تقريبا جرب كام ماتش ماتشين يعني ماتشين تقريبا بعد حسم اللقب ولعبوا مره واحده خصوصا ان هو اخر ثلاث مباريات او اربع مباريات ما موجود. صلاح محسن ممكن قريب واحد من اللعيبه وهو كان بيلعب بيه في الدوري على طول واحد من اللعيبه اللي برضو اتجربوا في مباريات متتاليه بس ممكن يدي الكريم ده كله كابتن راجع لكابتن حسام ولحاله اللعيب واستعداده انا بتكلم في مش في طريقه كابتن بقى مين بقى في الناس اللي بس كده بقول لك حاجه هي فكره كابتن حسام ايه كابتن بص انت تدافع كويس ومش معنى دفاع ان انا بنزل دفاع كابتن قافل وسايب لا لا الاطلاق يا جماعه انا بلتزم انا كراجل بلعب الاثنين دول اللي هو ايا كان ومليار في الميه حسام والسوليه دول ثابتين اي حد معاهم اوكي مفيش مين الثالث اللي يلعب جنب مروان مثلا هنقول ووليد سليمان مين الثالث او مين الاثنين التانيين هتلعب جنبه مين بالخبرات هو حسام غالب صعب قوي انت تقعد تحسبها صعب حسام غالب مش في افريقيا لا مش في افريقيا مش انت عندك في وسط الملعب هشام محمد وموجود حمودي واسلام محارب وحمدي وكريم ندفد حمودي ممكن يد سعيد وعمرو السليه حمودي ممكن يد ميدو جابر موجود يعني صلاح محسن ممكن يبدا حسب انا 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 عايز العب يا جماعه انا عايز العب يا جماعه هو كابتن حسام بيلعب طول الموسم 4-2-3-1 بس كده ما انا فاهم دي كويس هو عنده مشكله دلوقتي في لو عندي مشكله يا كابتن جمال في القلب مين اللي هيلعب في القلب دلوقتي هو كابتن انا لو عندي مشكله طب لو عندي مشكله قلب مين قلب الهجوم لو لو لا تحت الفراغ عبد الله السعيد هات لي عبد الله السعيد هي دي المشكله من بقول لك اهو لا عندك عبد الله السعيد ولا عندك ازارو ولا عندك ايه فاروق يعني اسال سؤال بس يا جماعه دلوقتي معلش اتحسمت وخلاص قفلت معايا الموضوع مش لاقي اعمل ايه هاصر ان انا العب 4-2-3-1 لاني انا بلعب 4-2-3-1 وانت بتتكلم في لعيب ب 38 مليون و40 مليون و50 مليون و70 مليون و100 مليون طب ما يقدرش يغير يا كابتن فكره ان اسلام محارب يا كابتن مثلا في الماتش اللي فات ويمكن كابتن حسام بدري معتمد عليه دايما في حته البديل التغيير والبديل بالظبط الماتش اللي فات لعب كافير كاساسي هل ده ممكن يكون وارد يفكر فيه في ماتش الترجي لا ليه اطلاق العادي حمودي مش وحش هيفكر فيه بره ولا جوه الملعب جوه الملعب جوه الملعب ايه المشكله لا لا بره في الطرف ولا تحت فراوده لا موجود يا كابتن تحت فراوده اسلام محارب هيروح فين انت في القلب ولا في الطرف في القلب أيوة. في القلب يعني هي برضه ما هي المشكله المشكله هنا في قلب الملعب نفسه. مين اللي هيلعب في المكان ده يعني انت عندك سليمان الوحيد اللي بيتلون وعندك ورقه يلعب في اي حته انا شايفه من وجهه نظري انا وانا يعني كل واحد بقى حر في وجهه نظره وليد سليمان ده انا بالنسبه لي جوكر العبه باك العبه ديفندر العبه طرف ما فيش مشكله بالنسبه لي انا شايف ان وليد سليمان ده يلعب في الاطراف لكن لما ممكن ما هو هتخش واحد يخش جوه قلب الملعب ويبدا هو يقف هو الاطراف دي ويطلع بره ويخش يساعد وليد هو اللي كان بيقوم بيها في الماتشات اللي فاتت بشكل كبير وان كان اصلا الجزء الامامي بالنسبه للنادي الاهلي في حركه يعني غير عاديه فليكسبل موجوده ده بيروح ده بيجي مكانه وهكذا لكن وليد سليمان هو اللي كان بيجي دايما في الجزء اللي في نص او في القلب زي ما انت بتتكلم كده قلب ثابت ولا بيجي من بره هو في متحرك احنا ما فيش حته ثابت هو وليد بيبقى اكثر الوقت متواجد في الحته دي بيخرج بيجي من بره لجوه لكن انا بتكلم على لعيب بيبقى واقف بظهره في الملعب بيقدر يستلم وهو شايف ازاي بيستلم وازاي يقف وازاي يتحرك انت كنت بتشوف عبد الله سعيد يا كابتن كنت بتشوف عبد الله سعيد بيخرج بره بيخرج بره ناحيه الشمال بس بيبدا منين ده من القلب بدايته قلب قلب تمام يخرج بره ما بتلاقوش ناحيه اليمين تمام انا لما كنت بلعب برده وليد صلاح برده كان بيلعب تحت الفراوده كان يروح ناحيه الشمال ابو تريكه كان بيروح ناحيه الشمال يعني اغلبيه اللي بيلعبوا تحت الفراوده بيحب يروح ناحيه الشمال لكن بدايتي فين من القلب هي دي المشكله اللي الكابتن حسام بيواجهها في حته البلاي ميكر فعلا في التوقيت ده وده اللي هيفرق كتير جدا في حته انت عايز تكسب فعايز حته الامداد للفراوده والاطراف اللي يعني معنى كده كابتن كلامنا بيقول ان انا حسام عاشور بالسوليه مروان محسن سترايكر عندك يبقى انا شايف وليد
سليمان واسلام محارب وممكن يبقى حمود. حمود لو بالشكل دوت كده، يا اما بقى ميدو جابر والله اعلم. لا انا بقول لك ميدو جابر يبقى موجود، يعني وجهه نظري انا يعني ممكن تكون فيها رؤيه كده، ممكن ميدو جابر يبتدي كابتن. هي المشكله في حته كمان يا كابتن حسام بدري، انت بتعرف تدافع ولا برضه؟ لا احنا بنتكلم، احنا كل واحد حسب يعني فكره وهو عايز يستنتج ايه. انا ممكن لعيب هو عشان يعرف يدافع كويس، نفس اللي احنا بنتكلم فيه. هم الطرفين كويسين، الطرفين الباكات بتوع الترجي كويسين، الطرفين الباكين كويسين. طيب لازم ارجع، لازم طب مين يمسكهم دول؟ ده احنا اللي احنا بنتكلم فيه ده شغل كره، ما بنتكلمش حاجه ثانيه. ده نفس اللي بيفكر فيه الكابتن حسام دلوقتي، هو بيعمل ده مليار في الميه يا كابتن. دي ورشه عمل من امبارح واول واول. احمد طبعا ايوب وكابتن سيد معاهم بيقعدوا طبعا ده اتفرج على 15000 تريليون مثلا ساعه عشان الماتش ده يفكر يلعب فيه. انا بتكلم في حته خالص كابتن، ايه هي؟ انا بتكلم في حته 4 3 3 مش هي 3 3 ده وقت الدفاع ممكن، وممكن تبقى وقت الدفاع 4 5 1 مروان بس اللي ما يسقطش، وان للعلم مروان بينزل دفع كتير جدا، يعني مروان بينزل كتير جدا، ودي ممكن بتفقده شويه من اهميته جوه ال 18. يعني في فراوده يعني بشكلها الطبيعي ما بيحبش يقعد يستنى الكره اللي تجيله وهو 18 زي حاجه بتقول كده جوه ال 18 عشان يبدا يشتغل. لا في فراوده لازم تنزل، خلي بالك هو دي صلاح، وخلي بالك صلاح هو اللي يخرج بره وينزل تحت ويجري في الملعب كله، مروان بيقف ثابت في 18. صلاح ما هي دي اللي انا ممكن بتتكلم فيها لحد ما واقعي شويه، ان صلاح عنده حته السرعات واصلا عنده القدره ان هو يشتغل على الحته دي. يقدر اجاي كان بيعملها في وقت اوقات، كان عندنا مشكله في راسات حربه لو تفتكر، في وقت من اوقات اجاي كان بيشتغل من بره لقلب الهجوم يا كابتن في وقت من الاوقات، ويقدر يعملها كفيرو تعتمد عليه في الجزئيه دي، كان وقت من الاوقات. انا شايف عادي، انا بقول لك دي حته مين يلعب هنختلف عليها مليون في المية. لازم في الماتش ده بقى بالذات يا كابتن مغامره، كل لعيب من اللعيبه لازم يقوم بدورين. ما انا قلت بقول لك كابتن، الطرفين بتوع الاسماعيلي الطرفين بتوع الترجي التونسي كويسين ولا لا؟ وبعدين في حاجه اللي انت بترجع ليها يا كابتن فاروق، انا باجي احط تشكيل بقول للراجل دوت لو الباك كويس قوي وبيطلع مين هيقفل لي ناحيه الباك؟ ما لو الراجل ده مش كويس وما بيرجعش او بيرجع يعني كسلي شويه او بيكسل حته الرجوع دي، هتعمل لي ضغط جامد جدا 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 في نص الملعب وعلى الاربعه الباكات بتوعي. لكن انا عندك برضو احمد فتحي بيهاجم، ولو كره اتقطعت طب مين محتاج اقرب واحد ليه يعدي مين؟ محتاج حته الترحيل اللي بنتكلم عليها دي، مين يقدر يقوم بالواجب ده كويس؟ انا شايف الحته دي كويس في نص الملعب، يقفل لك الحته دي يقفلها نوعا ما. ممكن يكون وليد سليمان، ممكن السوليه يزيد شويه، او وليد سليمان يزيد شويه. لكن الطبيعي ان لازم عندك انت طرفين يبقوا سرعه جدا. صلاح محسن سريع، سريع جدا. حمودي ممكن تتلعب له، ممكن يستلم كوره ويبدا يشتغل، عنده حته القدره، عنده القدره. تمرير الكوره. مين جنب مين بقى دي بتاعت كابتن حسام؟ لكن انا بقول لك انا كنت شايف حته ان حمودي كان بعيد، ما دي المشكله. انت عارف عندك بعض الحلول في جزئيه البلاي ميكر، ان في كام لعيب تقدر تعتمد عليهم في الحته دي، ولكن هتلاقي ان مثلا كان عيان مصاب بعيد، هل تقدر تعتمد عليها؟ دي بتبقى راحه كابتن حسام البدري، هل اللعيبه دي عندها القدره تلعب في ماتش زي ده وجاهزين ولا لا؟ هو ادرى بقى، هو ادرى بالمجموعه اللي معاه وتجهيز الناس اللي جايه من الاصابات، هل هي جايه جاهزه وواقفه على رجليها ولا هل هي مش جاهزه بدنيا؟ هو ادرى. هو طبعا لا يكون في عونه ان هو في المشكله دي، الغيابات الكتيره وخصوصا الراجل اللي بيلعب بتاعت الفرنسي. هي الجزئيه دي هتحل كتير، لان هو كابتن حسام بدري جزئيه الخطه بتاعته او الشكل الخططي بتاعه بيعتمد على البلاي ميكر بشكل كبير، ان انت يكون عنده واحد يقدر يمرر للي جاي، سواء بقى احمد فتحي الباكين، صبر رحيل مثلا، او معلول الحته الثانيه اللي هم الاطراف اللي تحت الفراوده تقدر تمرر لهم. حته تشيب باص اللي كانت تتعمل يا كابتن، تحرك كان مين اللي بيعملها؟ هو عبد الله السعيد وكان اجاي، والاثنين كانت تبقى خلاص بقت في كيمياء بينهم الاثنين بشكل غير طبيعي. الاثنين مش موجودين، ووليد ازار مش موجود. لازم يبقى في الامر الواقع، لازم احنا خلاص محطوطين في قدام امر واقع يا كابتن. الامر الواقع دلوقتي اللي هو ايه؟ انا مين يقدر يقرب لي؟ يعني مش لازم العب بالاسطوره دي لو لعبت بيها واثرتها بيها. احنا عمالين نتكلم بقى لنا 10 دقايق اهو، مين يقوم بدور عبد الله السعيد او دور اجاي؟ مفيش حد. نيجي نتكلم على لعيب فلان بعينه، اللعيب ده بقى له فتره كبيره مصاب، ما هو مش مفيش حد، هو ما بيقومش نفس المهام. ما هو جمال قال الكلمه دي، نفس ابو تريكه واحد، عبد الله السعيد واحد، كل واحد هتدخله في المكان ده، خطيب واحد، زيزو واحد، لو سليمان بيلعب ناحيه اليمين بيجيد مثلا 70 80%،
دخلته في قلب الملعب هيبقى 60 40% 50% اي حد. ما كل واحد ليه لعيب، كل لعيب في الدنيا ليه ميزه وليه عيب. لا انا بتكلم في، انا بتكلم اقل ميزات في المجموعه اللي هتلعب دي يا كابتن. ده انا ما بتكلمش على عيوبه ومميزات. انا بتكلم انا لما اكون انا مثلا، لما فاروق ده بيلعب فيرود صريح بيحب يلعب في المكان ده وبيحب ياخد في رجليه، فعمان اديله طويل هو هيزهق طبعا. ما ينفعش، لازم اديله هو زي ما هو بيحب، هو بيحب ياخد في رجليه لازم احطه في رجليه. انا ما اجبروش كجمال كصانع العاب احط له طويل، هو هيزهق مني انا مش هجري. طب خد انت عندك، انت لو دخلت اي حد من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال وهو بيجيد في المكان ده كويس قوي ودخلته جوه في المكان ده هيقل وممكن يزهق. ما المجموعه اللي هتحط في ماتش الترجي دي احسن واحد بقى ما لعبوش بره من المكان ده دلوقتي احمد حمدي. انا مش معترض. هو كابتن جمال يعني من وجهه نظره كابتن انت. لا انا مش معترض يعني يلعب يلعب لا يلعب احمد حمدي، بس انا بتكلم عليه لو انت عاوز تلعب، لو انت عاوز تلعب 4-2-3-1، لكن لو انت عاوز تلعب بقى 4-4-3-3 يبقى انت هتلعب باجهز ناس موجوده عندك دلوقتي بال 4-4-3. ودي بتغيرك انت، ودي كمدرب. بص يا ودي كمدرب لما بغير من سيستم معين او شكل معين بلعب بيه طول الموسم واجي اغير تاني مشكلة. انا كون قاعد بقى بره على الدكه ممكن اسرح، ممكن اتكلم في مباراه الزمالك بس عشان ان كان وليد سليمان كان تحت مروان، يعني كان اكنه فيرود تاني جنبه. مين اللي بيقول لك الوحيد اللي بيقول لك الحته دي بخبرته؟ يعني ممكن الكابتن حسام ما يكونش قايل له، بس بخبره وليد سليمان في الحته دي او بالمنتخب والنادي والماتشات الكتيره اللي لعبها افريقيا تزكيه ان هو ممكن الحته دي مش صعبه على وليد. هقول لك حاجه، طب احمد فتحي ده ممكن العب بمحمد هاني، كل السيناريوهات دي انا متاكد انها مطروحه. العب بمحمد هاني وادفع باحمد فتحي يهاجم لي ويطلع ناحيه الطرف او يبقى يزيد شويه قدام، كل السيناريوهات دي محطوطه. بقول لك وكابتن حسام انا متاكد حاطط في دماغه، ليه ما اقولش انا مش ماشي معاه بقى لي ماتشين ما امنش دفاعي ليه كويس؟ هو غلط ولا عيب؟ المشكله اضمن ادافع كويس وبعد كده هخطف حسب بقى حاله اللعيبه اللي هي دلوقتي حاليا يقدروا يتحملوا الماتش ده. كان الماتش ده مش سهل على فكره. تتخوف من فريق الترجي في ايه يا كابتن جمال؟ بطريقه الاداء طبعا احنا عارفين، احنا شفنا طريقه الترجي كتير. هو بطل الدوري عامه هناك. لو انت هاجمت كويس هتدافع كويس. لو انت بتهاجم من الاطراف او من قلب الملعب وتخلص على الجول يبقى هترجع تدافع كويس قوي. المشكله هنا لو النادي الاهلي زي الماتشين اللي فاتوا، انت بتلعب فرقه كتيره بتقدر تستحوذ وبتقدر تمسك كوره وبتقدر تنقل نفسها من نص ملعبها نص ملعب كويس. هو ده المشكله ككتله كمان. ككتله فريق. يعني هم بيعرفوا يطلعوا مع بعض يا كابتن، ودي مهم يعني لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي. انا شايف برضو زي ما جمال ما بيقول، بس انا برضو من وجهه نظري انا دافع كويس هاجم كويس، هدافع كويس قوي هقدر يعني انت عاوز ندافع الاول مش هدافع اصل انا الدفاع عندي في وجهه نظري انا الدفاع ليه مفهوم تاني خالص. مش الدفاع، انا كلمه دفاع عندي التزام بالمكان. لكن انا عندي ممكن واحد زي ما فاروق بيقول لك يقدر يقوم بدورين، وليد سليمان ده يقوم بدورين يعني في وجهه نظري. انا عايز اللعيبه كلها تقوم بدورين. انا لسه بقول لك انا عايز اللعيبه اسلام ممكن يقوم بدورين. انا هاجم كويس، هاجم كويس مفيش مشكله، بس بشرط شريطه ان انا هاجم كويس. لكن لو انا عملت دفاع كويس، لو انا نزلت زون ديفنس لا انا ما جبتش زون خالص الموت زون. لا 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 انا بقول لك عندك احمد فتحي بيهاجم كويس. يبقى في صبري في حرص عندك طرفين ما شاء الله، الطرفين طايرين وفاهمين كويس قوي. عندك السوليه بيزيد كتير. السوليه في ماتش الزمالك فين؟ السوليه ده جوه 18 كام مره؟ شاط كام كوره السوليه؟ عمل قد ايه؟ ما السوليه ده برضه يعتبر ايه؟ ما هو يعتبر ممكن العب الاثنين اذا كان حسام عاشور جنبه اي حد ممكن يكون تقيل جدا، هشام محمد ممكن اوكي، وقدامهم السوليه يرجع يساعد معاهم وقت الدفاع. هيبقى عندك ناس بتطير راجعين لك، وليد سليمان طاير راجع، اسلام محارب راجع، حسام عاشور مع السوليه راجعين، في وجود الاثنين او السد باكين مع فرده باك، هيبقى عندك بتدافع بستة ولا بسبعه كمان. لكن مش بلعب زون، لا بلعب زون في القاهره، لا هي شكل الطريقه اللي بتكلم بيها. لكن طبعا انت بتتكلم انت كلاعب عندك دماغ بتفكر موجوده كابتن، وكل لعيب التزام صحيح التزام بس التزام في الملعب. لكن مهم بقى كابتن واحنا بنختم اللقاء، رسائل اللعيبه من خلال المباراه القادمه والفتره اللي فاتت كابتن ضياء. اللي فات مات خلاص، احنا نسينا ماتش الزمالك ونسينا ماتش خلاص الاسيوطي. كل بفكر فيه دلوقتي افريقيا، ماتش الترجي افكر فيه كويس قوي اركز فيه. اللي فات عمره هيرجع خلاص، صفحه اتقفلت تماما، وعمر اللي فات ما بيرجع تاني زي ما بيقولوا. انا افكر في ماتش اليوم الجمعه، ماتش الترجي ده اللي مهم جدا بالنسبه لي. بعد كده انا بقى اركز كويس قوي، الاخطاء
اللي اتعملت، التفكير اللي كان مش مناسب في وقت المباراتين دول يتغير، وانتوا عندكم القدره وعندهم طبعًا الامكانيات اللي بيها تجتازوا عقبه الترجي باذن الله. كابتن جمال لو تحب توجه رساله للعيبه قبل يعني برضه زي ما كابتن ده بيتكلم برضه، هي خلاص الماتشين اللي فات خلاص، ودي طبيعه النادي الاهلي ان هو ما بيبصش للي فات وبيبص للي جاي. وانا متاكد جدا ان كابتن حسام واحمد ايوب وسيد عبد الحفيظ والناس اللي موجوده كلها ان قفلت الصفحه ديت، وان شاء الله يكون اليوم ده يومنا احنا في ان شاء الله في المباراه ان شاء الله. تلحقوا ماتش بقى الريال وبايرن؟ ده المفروض بعد 3 دقايق 1-0 البايرن. ماشي معقوله؟ اه طبعا، ما هي دي المباريات الدوري الابطال. هي صح يا جماعه، بس اكدوا لي على الجزئيه دي. برشلونه هيبقى البرشا برده نفس القصه بتاع برشلونه ولا ايه؟ فاحنا يعني مباراه قويه جدا، لكن احنا اللي عندنا الاهم بالنسبه لنا هو مباراه الترجي والاهلي ان شاء الله، والاهلي والترجي ان شاء الله بطوله افريقيا. واللي انا بتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى خلاص، يعني احنا بنتعلم الدرس وبنعرف ايه الايجابيات والسلبيات، بنزود ايجابياتنا ان شاء الله في المباراه القادمه، وايضا السلبيات بنبتعد عنها ان شاء الله. عايزين نفرح جمهورنا مره تانية ان شاء الله في بطوله مهمه، بطوله هي الاهم بالنسبه لنا. يا رب كل التوفيق. عايزين اللعيبه تقوم، كل لعيب يقوم بدورين وليس بدوره هو بس، اكيد لو شاف لعيب مقصر يقدر هو يساعده. كل الامور دي بتحصل في الملعب، والخبرات هي اللي بتفرق داخل ملعب. حسام عاشور عليه دور كبير، وليد سليمان دور كبير، شريف اكرامي، الشناوي، حسام غالي وكلامه مع الفريق طبعا، حتى يعني في نهايه مشواره في كره القدم، كل اللاعبين الكبار مش عايز انسى حد مهم، دورهم بشكل كبير جدا في الفتره القادمه. بشكرك كابتن ضياء، ربنا يخليك معانا النهارده. بشكرك كابتن جمال، شكرا كابتن. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم زميلي فاروق سعد، ولقاء طبعا مع نجوم كبار في الاستوديو ان شاء الله. لكن احنا طبعا بشكركم من خلال النادي الاهلي، ويا رب كل التوفيق دايما لفريقنا من خلال طبعا تواجده في كل البطولات. لازم نطوي صفحه كانت موجوده، اسبوع ممكن يكون سيء الحظ بالنسبه لنا، لكن ان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله.